وشكرا. ده الفنان مهما كان متصاب ومهما كان موجوع لازم يقف ولازم يمتع كل جمهوره الكبير. بنحبك يا منير. شكرا. انا يعني اسف على اللي حصل دلوقتي، بس دي يعني اقدار ربنا يعني. انا بحبكم جدا جميعا، وكنت هكون حزين لو ما شاركتش في الليله الجميله دي. طبعا اخويا وصديقي المستشار ترك الشيخ بشكره على كل اللي عمله فينا ده، وانا بعتبر مش احنا بس بنحب السعوديه، مليارات من العالم المسلم بيحب السعوديه كمان والغير مسلم. انا بعشق السماء علشان زيك من السماء، مزروع عندهم فرحه حبيبة وغريبة، ساعات زيك بعيدة وساعات زيك غريبة، بعيون متنغمة ده انا بعشق السماء. قدمت النجمة ليلى علوي الكينج محمد منير خلال أولى حفلات ليالي مصرين عبد الوهاب والنجم ماجد المهندس.